التصاور اللي هبطت هبطت تصاور هبطت تصاور من نعرفش انا باش نحاول نغطي وجوه خلي نخلي كان وجهك آه انت هي. تكتب عليهم برشا تعليقات برشا اهم تعليقات هبطوا لك تصاور انت معرس وعندك صغار وانت متحيل في نهايه الامر حب نرد على التصاور ونوضح انت اللي في التصاور ولا لا؟ اي اما خليني نحكي يعني الحكايه كيف انا واعوذ بالله من كلمه انا كأي شاب تونسي مانيش أو من أول مرة باش نعرف حب حياتي. عرفت بنات تقبل مش برشا. منهم الأنسة هذية تصور هذاكم صاروا واحدة في عرس أختها واحدة في عيد ميلاد بنت أختها. كنا يعني كلمت دارهم على أساس فما يعني باش تصير خطبة باش تصير حاجة. من بعدي كان المكتوب وهي يرحم والديها ودارهم يرحم والديهم من بعديك المكتوب هو اللي ما كتبش لهنا حضرت عرس اختها حضرت الصبر. عرس اختها بمبدا يعني كونه انا باش نكون نهار اخر واحد في العائله منهم ما فماش حاجه اخرى حضرت كايها الناس كاي انسان تستعى العرس هيك استغربت من بعد ما تعدت الحلقه نتاع سي جعفر استغربت تصور لي هبطت مانيش باش نكذب صحيح انا ما ما فماش ده لي واحد ونتحدى اي انسان ينجم يعني يخلي اولاده ولا سيرتو راجل يخلي اولاده ومرته ما يستعرفش بهم ويطلع قدام 12 مليون يعني سامحني انا كطلعت في التلفزه ما طلعتش بشيريني واحد ولا اثنين بشيريني 12 مليون ويمكن العالم الكل بشيرين شكون سربهم التصاور هذوما والله هذيك الحاجه اللي نزلت لتو ما نعرفهاش نقول له اللي سربهم سواء مراه ولا راجل نقول له ربي يهديك